بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الجلسة الثانية في ملتقاكم السنوي للجمعية الجغرافية السعودية. هذا المحور هو استمرار لما سبق، ويدور حول أيضا ما مواضيع الملقاة في هذا الملتقى، وهي السيول ومخاطرها في مدينة الخارج كنموذج، وهذا النموذج جزء من منظومة أو من مدن متشابهة في المملكة العربية السعودية. هذه الجلسة نتمنى من الزملاء الملقين الكلمات أن يلتزموا بالوقت اللي هو 12 دقيقة، يعني يبدو في ضريبة الآن وضعت لاستنزاف الوقت السابق وتدارك الوقت، فسوف يخصص 12 دقيقة لكل متحدث، ونختصر بشكل محدود في الأسئلة، وأيضا تكون الأسئلة مكتوبة كتابيا، فلن يكون هناك إلقاء شفوي للأسئلة، سوف تكون فقط الأسئلة المكتوبة. وأتمنى من الزميلات أن يسجلوا أسئلتهم كتابيا ويصلونها إلى المنسقة أو لإيصالها لنا. نبدأ هذه الجلسة مع الأستاذ دكتور محمد شرف، وهو أستاذ علم المناخ من خريج جامعة الإسكندرية بمصر، ويعمل حاليا في جامعة الملك سعود قسم الجغرافيا. فليتفضل مشكورا، و يلتزم بالوقت اللي هو 12 دقيقة، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. العرض من فضلك. الحقيقة يعني عبرها يعني أود في البداية أن أنوه بأنني أقدم هذا العرض نموذجا كنموذج منهجي لإدارة ونمذجة السيول، لعله ينفع إدارات رصد السيول وطلاب الدراسات العليا والباحثين المهتمين بالموضوع. والحقيقة هذا العمل يحتاج إلى فريق عمل يتكون من متخصصين في الجغرافيا المناخية والمناخ التطبيقي، في الجيمورفولوجيا، في الهيدرولوجي، ويجب أن يتم العمل بتناصح هذا الفريق، لأننا سوف نستعرض خطواته وحنجد أن هناك مؤثرات، هذه المؤثرات يشعر بها ويحس بها الجغرافي أكثر من غيره في هذا الموضوع. دور نظم المعلومات الجغرافية في إدارة التدفق المائي ونمذجة مخاطر السيول، أود بتعليق بسيط جدا على الدكتورة الأخت الفاضلة التي تكلمت في نهاية الجلسة الأولى، وذكرت بأن نظم المعلومات الجغرافية أدت إلى انحراف في التوجه الجغرافي، وهذا ما سمعت، لعل يكون يعني محقا. وأقول أن نظم المعلومات الجغرافية لم تؤدي إلى انحراف الفكر الجغرافي إطلاقا، بل ساعدت الفكر الجغرافي وسهلت له وزادت من سرعة التفسير والتحليل، وأمدت الجغرافي بأدوات تحليل آلية كثيرة جدا 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 ساعدته في الحصول على التقارير النهائية لعمله. السيول باعتبارها أحد المخاطر الطبيعية الناتجة بفعل هطول غزير للأمطار في زمن سريع، لكي ندرسها لابد أن نتحقق من ظروف جوية مرتبطة بالهطول المطري، ظروف مكانية مرتبطة بالتدفق المائي السطحي، والمحصلة النهائية أن مياه الأمطار تتجه إلى أحواض تصريف. دي النقطة الأساسية. فلسفة العمل إن إحنا سوف نقوم بإعداد قاعدة بيانات جغرافية ترتبط بأحواض التصريف، وبالتالي نظم المعلومات الجغرافية لها أدوات تحليل تبني قاعدة البيانات وتحلل قاعدة البيانات وتوفر أدوات للتحليل. وكانت لسنوات عديدة جدا دراسة السيول مكلفة للغاية، وتحتاج إلى عمليات حقلية ومعملية وحسابية وخرائطية عديدة، ولكن الآن بالتكامل، ولعل الجلسة الأولى ألقت الضوء على كثير من الطرق التحليلية المفيدة، التكنولوجيا الرقمية الآن
ساعدت على دراسة هذه الظاهرة ورصد وإدارة السيول بدقة وسهولة. لما نبني قاعدة البداية ببناء قاعدة المعلومات الجغرافية لإدارة السيول، أول نقطة في هذه القاعدة هي بيانات تخص شبكة التصريف المائي، والنقطة الثانية بيانات خاصة بالخصائص الجيولوجية والتضاريسية والمورفومترية لحوض التصريف، والنقطة الثالثة بيانات الخصائص الجوية وبخاصة المطرية. ولذلك كان تعليقي على بحث الدكتور عاطف بأنه اختزل العلاقة بدرجة الانحدار فقط، لا، هناك كما سوف نرى متغيرات عديدة لابد أن توضع في الاعتبار لكي نصنف في النهاية مخاطر السيول. في البداية بننتج شبكة التصريف المائي باستخدام المجموعات الجغرافية باستخدام نموذج الديجيتال إليفيجن موديل أو المناسيب الرقمي، وهو البداية قبل الخريطة الكونتورية. هذا النموذج مصدره إما من المرئيات الفضائية أو من الرصد الميداني الرقمي، وهذا النموذج يؤهلنا لكي ننشئ نماذج أخرى عن التدفق المائي والتراكمي وشبكة التصريف المائي. ففي البداية نظم المجموعات الجغرافية عندما أرادت أن تصمم نموذج اتجاه التدفق المائي اعتمدت على نموذج الرقمي، وهذا النموذج الرقمي في خلايا 3×3 بنختار الخريطة المركز، وبعد كده بنحسب الفارق بين الخريطة المركز في المنسوب والخلايا الأخرى، وفي النهاية بنحدد اتجاه التدفق. إذن هنا اتجاه التدفق المائي مش مبني على مجرد درجة تغير في انحدار الأرض من خلية لأخرى، ولكن مبني على التغير في مجموعة خلايا بالنسبة لمركزها واتجاهه في اتجاه آخر. وكيف تقرأ نظم المعلومات الجغرافية هذا الاتجاه؟ تقرأه بنموذج رقمي آخر، فالاتجاه الشرقي يأخذ مضاعفات، يعني هذه الاتجاهات بتترجم بمضاعفات الرقم 2، يعني 2 أس 0 بـ1، توضع الرقم أو الرقم 1 للاتجاه الشرقي، أو 2 أس 1 بـ2 يكون الاتجاه الجنوبي الشرقي، 2 أس 2 بـ4 يكون الاتجاه الجنوبي. وبالتالي نقدر ان احنا نرسم اتجاه تدفق المياه اعتمادا على هذه العلاقة. فهذا نموذج المناسيب الرقمية يتحول الى الاتجاهات الرقمية، الاثنين والاربعة والمية 128، والواحد معناها 2 أس 0، الاثنين معناها 2 أس 1، الاربعة معناها 2 أس 2، وهكذا. ثم ينتج في المرحلة الثانية اتجاه التدفق المائي. هذه الاتجاهات تدل على مسارات اتجاه التدفق المائي. التدفق المائي بيتحول إلى تدفق تراكمي، لأن كل خلية بتوصل إلى خلية أخرى كمية من المياه. فمثلا عندما تكون الخلية يأتي إليها اتجاهين، بتتحول إلى نموذج آخر، الخلايا إلى نموذج اتجاه التدفق المائي التراكمي. ففي الحالة الأولى كل اتجاه من خلية لأخرى يمثل اتجاه واحد، لو الاتجاهين متفقين إلى خلية يبقى الخلية تحمل الرقم 2. وبالتالي النموذج ده يعني الآتي، يعني هو التطابق. الصفر يعني أن هذه الخلية لم يأتي إليها أي ماء من مكان آخر. الثلاثة تعني أن الخلية وصل إليها الماء من 3 خلايا مجاورة. السبعة تعني أن الخلية، وأنا حاطط النموذجين فوق بعض علشان نشوف كيف يفهم نظم المعلومات الجغرافية اتجاه التدفق المائي التراكمي. وبالتالي في النهاية نستطيع أن نرسم شبكة التصريف المائي. هنا النقطة الأساسية، كل ده من الديجيتال إليفيجن موديل اللي احنا عايزينه فقط عشان نبني كل هذا الموضوع. وبالتالي نستطيع أن نرسم الحوض، رتبه، مجاريه، اتجاهاته من المنبع إلى المصب، وبالتالي نستطيع أن نحدد أحوض التصريف. ودي خريطة تقريبية توضح شبكة التصريف المائي بعد أن تم تحديدها بنظم المعلومات الجغرافية. النقطة الثانية أن نبني قواعد بيانات تضاريسية تشمل الارتفاع الأقصى. خلاص بقى هنعمل بعد هذه النقطة على الأحواض، على الكاتشمنت أريا، الأحواض، الارتفاع الأقصى، نسبة الانحدار، نسبة انحدار الحوض، التدرس، المعامل الهبسومتري، معدل نفاذية التركيب الصخري، المجموعة الطبقات الثالثة هي البيانات المورفومترية اللي هيشتغل بيها الفريق الجيمورفولوجي، هيعمل في هذه النقطة فيحدد الخصائص الشكلية للأحواض وزمن التركيز وزمن الاستجابة وخصائص شبكة المجاري المائية. النقطة الرابعة الفريق المناخي هيبدأ بإنتاج مجموعة من الطبقات المعلوماتية عن التغير السنوي والفصلي والشهري واليومي على أعلى كمية هطول مطري يومي، حالات الطقس المصاحبة والسابقة، وكل دي طبقات معلوماتية ترسم. شوف
في لكي في النهاية أن نصنع منها قرار. خامسا، هذه الطبقات المعلوماتية لابد أن يكون طبقات متوافق معها طبقات معلوماتية أخرى للمكان، للحيز المكاني، زي الوحدات الإدارية كانت أحياء أو بلديات أو كذا، توزيع الخصائص السكانية، صور استخدام، دي أمثلة، لكن نستطيع أن نضع كل ما نريد من طبقات معلوماتية. نأتي إلى دور النمذجة. النمذجة تعني أن ننشئ موديل، هذا الموديل في مساره مجموعة من الطبقات بنستدعيها، ثم نقوم بعمل بعض التحليلات عليها، ثم نقوم بعمل النموذج، والنموذج اللي أنا بقترحه هو نموذج تطابقي. فبعد استحضار واستدعاء الطبقات المعلوماتية المرتبطة بهطول المطر، خصائص التضاريسية، المورفومترية، والطبقات التحليل الهيدرولوجي، سرعة التدفق، معدل الجريان، صافي الجريان، وإعادة تصنيف الطبقات بعدد مماثل من الفئات، علشان هنعمل تطابق موزون، والتطابق الموزون موزون بمن؟ موزون بقرار الباحث، لأن هو الذي سوف يضع الأوزان المناسبة لكل طبقة معلوماتية، وليس جهاز أو برنامج الحاسب الآلي. الباحث هو الذي يقرر الوزن حتى ينتهي في النهاية إلى خريطة، في النهاية بنسميها خريطة مخاطر السيول. ننمزج المخاطر ونستدعي الخريطة المستخرجة اللي هي مخاطر السيول من الخطوة السابقة، ونستدعي طبقات تصنيف الوحدات الإدارية والخصائص السكانية واستخدام الأرض وشبكة الطرق ونقوم بعمل تطابق موزون آخر يربط بين هذه المخاطر، المستويات اللي أنا حددتها الثلاثة مثلا، مع هذه التصنيفات اللي احنا بنعمل لها ريكلاسيفاي، وتتفق برضو عدد فئاتها مع فئات خريطة المخاطر. إذن هذا مثال يدل على مثال واحد لخريطة مستويات السيول. بعد ما نعمل مخاطر السيول بمستوياتها، ممكن أن أنا أعمل التطابق مع استخدام الأرض، وبالتالي هنا الألوان المتدرجة للون الأزرق بتدل عندما يحدث سيل بارتفاع كذا بقدم، الأماكن التي تتعرض لها بارتفاع 2 قدم وهكذا، ودي خريطة من مجموعة خرائط كثيرة نستطيع. إذن دور نظم المعلومات في درء بقى مخاطر السيول، الحقيقة هو نوعين من الأدوار. الشرح الأولاني اللي أنا حددت به كيف تحدد نظم المعلومات اتجاه التدفق، ليه أنا شرحته؟ علشان هناك برنامج نستطيع أن نعدل من هذا الاتجاه، يعني نستطيع باستخدام نظم المعلومات الجغرافية أن نعدل نموذج التدفق المائي التراكمي. الاتجاهات دي نقدر نعدلها، 128 والاثنين والواحد والثلاثة، ممكن أن احنا نعدلها بحيث أن تنتهي إلى أحواض تصريف تتلافى المنشآت الحيوية. طبعا ده موضوع صعب جدا ومكلف جدا، ولكن نستطيع ان احنا نقوم به على نطاق ضيق بالنظر الى معنى المنشأة الحيوية، او ان تقوم نظم المعلومات الجغرافية بعمل مسارات واقعية كما يحدث في مدينة الرياض الان، مسارات واقعية تحت مستوى سطح البحر. هذه المسارات توجد يعني خلالها غرف خرسانية تكون تجمع مياه السيول في هذه الغرف، وتتجه إلى مجمع مائي أكبر إلى نقطة تصريف أخرى خارج هذا النطاق. هذه في عجالة انتهى الموضوع، وأشكركم. نشكر للدكتور محمد على ما قدمه من عرض مميز وتسلسل في الأفكار ورؤية واضحة في التطبيق، ونشكر أيضا على التزامه بالوقت، لأنه لدينا التزامات في الرحلة الميدانية، وأيضا نتيجة لاستنزاف الوقت من الجلسة الأولى كما ذكرنا سابقا. الآن ننتقل إلى سعادة الدكتور فهد بن محمد الكليبي، وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة، أستاذ علم المناخ في جامعة الملك سعود، تقلد الكثير من المناصب الإدارية والعلمية والإشراف العلمي، فليتفضل مشكورا في ورقته. وأيضا نتمنى من الدكتور الالتزام ب 12 دقيقة المتاحة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الواقع في البداية أود تقدم الشكر لجامعة الخارج ممثلة بمعالي مدير الجامعة والزميل أيضا فرحان الجعيلي على الجهود التي بذلت لعقد هذه الندوة والدعم لهذه الندوة، والشكر موصول للجمعية الجغرافية على دعوتها لي للمشاركة في هذه الندوة. والورقة هنا توقع الفيضانات في المملكة، حالة فيضانات جدة اللي حدثت في 25 نوفمبر 2009، وأبدأ يعني على ماذا يركز أو على ماذا نركز في هذه الورقة.
نركز في هذا العرض على 5 محاور رئيسية، وبحاول أستختصر فيها. ما الديناميكية التي أدت إلى تكون الحالة الجوية؟ ما درجة حدة هذه الحالة الجوية؟ هل كان بالإمكان توقعها والتحذير منها؟ وهذا المحور الأساسي. هل حدث مثل هذه الظاهرة في السابق؟ هل يعني هذا تغير مناخي؟ نبدأ بصور لنذكركم بس بالكارثة اللي حصلت. هذا أحد شوارع جدة تحول إلى نهر، وهذه أيضا صورة من صور الدمار اللي حصل في مدينة جدة، وهذا أحد الأشخاص نتمنى أن يكون من الناجين، وهذا أيضا شخص آخر في طريق السيل. وأهم العوامل التي أدت إلى تكون الحالة الجوية، نبدأ لنعرف هل بالإمكان أن نتوقع الحالة. يجب أن نتحدث عن العوامل التي أدت إليه. العام الأول جبهة هوائية ممتدة للمنطقة من منخفض يقع مركزه شمال شرق المنطقة، أو ما نسمي تريلينج فرانت. رياح سطحية جنوبية غربية رطبة جدا، كانت نسبة الرطوبة فيها عالية جدا، كمية البخار فيها عالية جدا. تكون انقلاب حراري ثيرمال انفيرجن فوق المنطقة، تكون طبقة باردة فوق الطبقة السابقة، وجود تيار نفاث علوي أبرجت قوي نسبيا، حدوث كسر لطبقة الانقلاب في مساحة محدودة من المنطقة. وجود هذه العوامل مع بعض وحصول كسر لطبقة الانقلاب أدى إلى تكون سحب ركامية ضخمة ذات امتداد رأسي كبير. وهذه الجبهة ويبين من موقع جدة والمنخفض الذي كان شمال شرق مدينة جدة. وهذا أيضا صورة جوية للحالة أو للشكل السابق. وبعد ما انكسر الانقلاب الحراري تكونت سحب ركامية ضخمة في مساحة محدودة، وهذا دائما هو مكمن خطر عندما تتكون سحب ركامية ذات بناء رأسي كبير في منطقة محدودة، فتكون السيول جارفة في منطقة محدودة. وهذا نوع حالة من حالات الانكسار التي يتكون منها سحب رأسية تتعدى طبقة التروبوبوز وتدخل قليلا في طبقة ستراتوسفير. وهذا أيضا شكل آخر للسحب التي يمكن أن تتكون في حالة كسر طبقة الانقلاب ويؤدي إلى تكون سحب ركامية ضخمة ذات برد وأمطار غزيرة جدا. هذا خريطة سينابتكية سطحية للمنطقة، يبين امتداد، طبعا الشكل هنا يبين امتداد منخفض البحر الأحمر وما يجلبه من رطوبة عالية جدا للمنطقة. وهذه أيضا خريطة سطحية أرفع بقليل من السابقة، وهذه خريطة ل950 ملي بار تبين امتداد أيضا الرطوبة. والوقت طبعا يعني ما يسعفنا أن ندخل في تفاصيل هذه الخرائط، لكن أرجو أن تكون واضحة. وهذا أيضا يبين مسار الأيزو بارز وامتداد الهواء الرطب الذي يأتي من الجنوب الغربي. وهذه خريطة سينابتكية علوية للمنطقة تقريبا في 850 ملي بار. والسبر الجوي، وهذا هو ما سوف نقف عنده يعني كثيرا، ويمكن أن نختصر المحاضرة كلها في هذا النموذج. هذا نموذج ثيرموديناميكي يسمى سكيوتي لاجبي دايجرام، ويمكن هذا النموذج حقيقة من توقع الحالة الجوية قبلها ب10 أو 12 أو 20 ساعة أحيانا. وهو نموذج ثيرموديناميكي يعتمد على التباين في الاختلاف الرأسي لدرجة حرارة ودرجة حرارة رطوبة نداء التي والتي دي تمبريتشر. وهذا عمل في الساعة زيرو، يعني قبل حدوث العاصفة ب6 ساعات أو قبل حدوث الكارثة يمكن ب10 ساعات أو أكثر. وواضح جدا من النموذج أن الحالة فيها عدم استقرار كبير جدا. يبين أولا، طبعا هناك عدة عوامل، أولا انحراف مسار السبر الجوي إلى اليسار، معناه أنه على يسار الأديبات، وهذا يشير إلى عدم استقرار جوي. الشيء الثاني تقارب خطوط درجة حرارة ودرجة حرارة الندى، وهذا يشير إلى كمية كبيرة من بخار الماء في الغلاف الجوي بالذات في الطبقة السطحية. أيضا وجود طبقة الانقلاب اللي هي طبعا تحت في الخط الأزرق، طبقة انقلاب قريبة للسطح، يعني تم كسرها بسهولة بسبب الهواء الذي يتصاعد بقوة في المنطقة في ذلك الوقت. أيضا وجود رياح سطحية قوية من الجنوب، واضح جدا من الشكل. أيضا وجود رياح نفاثة كما يتبين في الجزء الأخير من الشكل الموضوع باللون الأحمر، هذا يبين أن هناك تيار نفاث قوي نسبيا على منطقة جدة. وجود طبقة يسمونها بوزيتيف انرجي، أو طبقة الطاقة الموجبة، وهي المبينة باللون الأحمر تمتد امتداد رأسي تقريبا من
من 800 ملي بار إلى 200 ملي بار. هذا امتداد رأسي نادر ما يحدث في الحالات الرعدية إلا في الحالات الرعدية الحادة جدا، وهذا كان واضح تقريبا بست ساعات قبل هطول الأمطار، ويمكن بعشر ساعات أو أكثر قبل حدوث الكارثة. أيضا هذا النموذج، هذا عندما نحصل على هذا النموذج نسميه absolute instability أو عدم استقرار تام. واضح جدا أن ما في أي شك أنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى أنه سيكون حالة عدم استقرار قوية جدا. على يمين الشكل مؤشرات كثيرة، يعني أي متخصص يمكن أن يطلع عليها ويعرف أنها يعني مؤشر إلى وجود حالة عدم استقرار جوية سوف تحدث قريبا، يعني في حدود 6-7 أو 10 ساعات لا نعلم، لكنها واضح أنها ستكون قريبة جدا. سوف ألخص المؤشرات الأندايسز اللي على اليمين في جدول، ولاحظوا أني وضعتها كلها باللون الأحمر. عندما توضع باللون الأحمر في كلها يعني تشير إلى تحذير أو تنبيه أن حالة عدم استقرار جوي قوية. سوف أخذ أمثلة بسيطة منها. عندنا سيرفس تمبريتشر كانت 24 وسيرفس دو بوينت كانت 21، يعني في تقارب كبير جدا. في الولايات المتحدة عندما تصل دو بوينت تمبريتشر في منطقة معينة ما بين 10 إلى 15 تحذير ترنيدو، حنا عندنا واصل هنا 21، أنها مؤشر إلى وجود رطوبة نسبية عالية ومؤشر لعدم استقرار. الدو بوينت في 800 دائما في المترولوجي في 800 تعتبر مهمة جدا، وهي تعتبر عالية 13.2 وهي تعتبر عالية جدا. ويند سبيد آت 500 ملي بار والطبقة الوسطى تقريبا كانت 39 عقدة، في طبقة ال 200 ملي بار كانت 94 عقدة وهذه تعتبر عالية نسبيا. و ليفل فري كونفكشن أو ما نسميه بمنطقة أو مستوى التصاعد الحر دائما مؤشر قوي في المترولوجي، إذا نزل معناها أن ننتبه الحالة الجوية قد تكون عدم استقرار قوي، إذا صعد فوق نطمن. هو هنا نازل جدا ونستطيع أن نتبين من الشكل السابق أنه قريب جدا للسطح، معناها أن حالة استقرار عدم استقرار جوي تام. في مؤشرات يسمونها stability indices لا أريد أن أطيل فيها، shorter index SI كان 0.7، لما يكون 3 أو أقل معناها انتبه في عدم استقرار. أيضا K-Index أعطانا 30، لما يكون 15 وأكثر معناها في عدم استقرار، وهذا يبين في عدم استقرار قوي جدا. وتوتال إندكس 47 كما يبين في الشكل، ولما يعطينا أصلا من 35 فما فوق فمعناها في مؤشر لوجود حالة عدم استقرار، وهو هنا 47. وقس على ذلك على بقية المؤشرات، لا أريد أن أطيل في شرح هذا الجدول، لكن جميع المؤشرات تبين أن هناك حالة عدم استقرار جوي، والكلام هذا قبل سقوط الأمطار بست ساعات تقريبا وقبل حادثة ما بين 8 إلى 10 ساعات. طبعا هذه صورة جوية بعيدة للسحاب متكون على البحر الأحمر قبل أن يصل إلى منطقة جدة، تقريبا الكلام هذا 6 ساعات تقريبا ايضا او 5 ساعات قبل حدوث المطر. واضح جدا من الساتلايت انه يمكن توقعها. هذا طبعا يعني توز اخر للتوقع وهي الساتلايت. هذه صوره بعد وصول الكارثه الى جده، ويبين تركز السحابه في منطقه تقريبا على منطقه جده. نمط مشابه تكرر في عام 2009 وفي 2010 بعدها بسنة تقريبا، وحصل في فيضانات لكن كانت أقل، كانت على ثول تقريبا على جامعة الملك عبد الله. هذا هو النمط، ونمط مشابه جدا ومن سهل توقعه. هذا حالة السحب، صورة جوية محسنة العاصفة الرعدية في منطقة مكة أثناء هطول الأمطار على منطقة جدة. وأيضا صورة الرادار، يمكن من خلال الرادار أيضا نتوقع قدوم العاصفة. هذه قبل العاصفة تقريبا 5 ساعات قبل أن تصل إلى منطقة جدة، كانت على البحر وشمال غرب جدة تقريبا، ويبين تقدمها إلى منطقة جدة بعد تقريبا 5 ساعات. وأيضا لو أخذناها بالشكل سريع متسارع، زحفها إلى الشرق الآن، أيضا عندما توجهت شرق جدة أسقطت كمية كبيرة جدا من الأمطار، وهذا في الواقع هو اللي سبب الفيضان، وليس ما سقط على جدة، هو ما سقط على شرق جدة هو اللي سبب الفيضانات أكثر. هل يعني هذا تغير مناخي؟ أبدا، يعني أنا يعني تحدثت كثيرا عن ذلك، وأنا أعتقد أن ليس تغير مناخي، وسوف أذكر دليل آخر. هذا المتوسط كمية الأمطار السنوية من جدة من 61 إلى 2009 فيه تذبذب نورمال، لكن الريجريشن لاين يعني ستيبل، ما في اي سيجنيفيكانت تشينج.
أيضا هذا في مدينة جدة الحرارة نفس الشيء ما تغيرت، فهو ليس تغير مناخي. هل سبق أن حصل مثل هذه الحالة الجوية؟ الإجابة نعم، ولكن سأبين ما هو الفرق. الجدول هذا سنتوقف عنده قليلا. لو ننظر لأسفل الجدول، في عام 1966 سقط 88 مليمتر، اللي سقط على مدينة جدة أثناء الكارثة كان 79 فقط حسب التسجيلات المناخية الرسمية. في عام 71 سقط 5، طبعا هذا في ساعات محدودة جدا، في يوم واحد، يبين من الجدول الشهر واليوم، بل بالعكس كان في ساعات محدودة تقريبا حول 86 سقط 71 في شهر 2. في 72 أيضا سقط 83، في عام 79 سقط 80، وقس على ذلك سنين عديدة. الجدول هذا يبين كمية الأمطار التي سقطت، وكانت أكثر من 40 ملي. ملاحظة يعني لاحظتها في البحث عن كمية الأمطار العالية، وتتركز كلها في شهر 11، هو نفس الشهر اللي سقطت، اللي حدثت فيه الكارثة. 7 حالات من 12 حالة حدثت في شهر 11، وهذا طبعا مؤشر إلى أن هذا يمكن نستعين بهذه المعلومة للتوقع طويل المدى. يعني يفترض أن في شهر 11 تكون الجهات المعنية، الأرصاد، الدفاع المدني جاهز لحدوث مثل هذه الكوارث، وهي طبعا تتكرر شهر قبلها أو شهر يعني شهر بعده في الغالب. انتهى العرض، شكرا لكم على حسن اجتماعنا، حاولت التزم بالوقت ما امكن، شكرا. شكرا لك يا دكتور على ما قدمته من عرض وافي واحصاءات علميه تسهم وتعزز اهميه الاستقراء والتنبؤ بما هو قادم من مخاطر قبل حدوثها ولو بساعات أو دقائق، لأنها تحفظ أرواح وممتلكات. ننتقل بعدها إلى سعادة الدكتور أشرف بن أحمد عبد الكريم، وهو خريج جامعة طنطا ومتخصص حول الجغرافيا التخطيطية، و له اهتمامات علمية متعددة، فليتفضل مشكورا. الدكتور أشرف موضوع رسالته حول مدينة كوم إمبو، دراسة في التخطيط الحضري باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، له العديد من الأبحاث المنشورة في مجال التخطيط والنمو العمراني والتخطيط الاستراتيجي وتقييم الموارد المائية. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن اتبعه إلى يوم الدين. هذا البحث بينظر إلى الجانب التطبيقي والعملي والناحية التنفيذية. هل المؤسسات الحكومية المتمثلة أو الموجودة في المملكة العربية السعودية بتراعي في جوانب التخطيط موضوع السيول ودرء السيول؟ ده اللي هنشوفه بإذن الله رب العالمين في البحث اللي بتناول 5 مدن، وحنقول ليه اخترنا الخمس مدن دول بالتحديد. الخمس مدن بالتحديد لأني ما زالت المدن، أو قبل ما أقول ليه اخترنا الخمس مدن بالتحديد، هنقول أني حصل توسع كبير جدا في التوسع العمراني للمدن السعودية. عشان نشوف هذا التوسع الكمي والرقمي، عدد المدن في 1940 كان 10 مدن، اللي هم عددهم أقل من 5000. تطور إلى 59، ثم قفز إلى 102 مدينة في نهاية السبعينات. عدد سكان المدن الأكبر من 100,000 نسمة كانوا 7 مدن في عام 1974، ارتفع العدد إلى حوالي 35 مدينة في عام 2004. وده مؤشر بيقول إن فعلا في توسع كبير. عدد حجم سكان المدن كان بيمثل 20% في التسعينات، قفز إلى 80% في 2004. أحد أكثر المدن يمكن من مصادر البيانات العديدة والزيارات الميدانية اللي شفتها بنفسي، تبوك وحائل والعلا والخرج كأمثلة بارزة. هذه المدن ما زالت تمارس التخطيط الحضري في قلب السيول. خلينا نشوف نماذج عملية. نشوف مدينة حائل
وهي بتختار مدينة جديدة في مروحة فيضية اللوحة على الشمال. نشوف مدينة تبوك على سبيل المثال، وإزاي توسعت في وادي البقار وعاملة مخططات كاملة في الجهة الشمالية من اللوحة. واضح أن مخطط الملك عبد الله ومخططات كتيرة جدا في ناحية الوادي. إذن البحث بيطرح رؤية أن ما زالت المدن السعودية وتوسعها العمراني رايح ناحية أخطر المناطق، وما زال التوسع العمراني والتخطيط الحضري بيمارس في أشد المناطق خطورة السيول. البحث ده ليه هدف رئيسي، هينتج لي 4 خرائط: خريطة النمو العمراني، اتجاهاته، أنماطه، محاوره، لأن ليه علاقة كبيرة جدا بالسيول. كيف توسعت المدن السعودية؟ هيجاوب عليها أو هتجاوب عليها الخريطة 1. الخريطة خريطة مخاطر الفيضانات، فين الأماكن اللي معرضة لمخاطر السيول في المدن محل الدراسة. كمان هيقدم خريطة مهمة جدا، هي خريطة ملائمة التنمية العمرانية. إذا كنا بنقول إن في ممارسات خطأ نتيجة سرعة النمو العمراني وإن ما واكبوش زي ما هنشوف دلوقتي تخطيط، البحث بيطرح فرضيات بيقول إيه هي ضوابط ومحددات النمو العمراني للمدن السعودية؟ أين حدث التحول في معدلات النمو العمراني خلال الفترة 72-2012؟ كيف ولماذا حدث هذا التحول؟ إيه الأسباب؟ هل هناك توازن بين الطلب على الأراضي الحضرية وبين النمو العمراني؟ ما هي محاور واتجاهات النمو العمراني الحضري للمدن السعودية محل الدراسة؟ كيف ولماذا توسعت المدن السعودية في السهول الفيضية لمجاري الأودية والمراوح الفيضية؟ هل حافظ النمو العمراني على مجاري الأودية الطبيعية؟ هل لمورفولوجية وتشريح المدينة من الداخل دور في الحد من المخاطر؟ هل هناك علاقة بين زيادة التوسع العمراني وزيادة مخاطر السيول؟ إلى أي مدى يمكن التوسع والنمو في محاور أو في مجاري الأودية؟ هل هناك توافق بين معدلات النمو السكاني والعمراني؟ هل يمكن التنبؤ بمستقبل تخطيط الأراضي التي يحتاجها النمو العمراني؟ طبعا الدراسة اعتمدت بشكل كبير على العمل الميداني، ما هوش عمل فقط أكاديمي، لكن هو عمل في الأصل عمل ميداني ضخم جدا زي ما هنشوف دلوقتي. في أول شيء أو أول عنصر هي ضوابط النمو العمراني. طبعا البحث ده يعني عشان ناخد وقتنا ونشرح فيه محتاج ساعات، لكن هحاول اسمحولي أني أقول في عجالة الضوابط العمرانية اللي حدت من النمو العمراني أو سرعته في بعض المدن. كان الملامح الطبوغرافية، يعني نشوف مثلا معظم المدن السعودية المحل الدراسة اللي هي حائل وتبوك والعلا والخرج، المساحة العمرانية 38% منها في فئة 600-800، الفاصل الكنتوري تباين معظمه كان 70 الفاصل، لكن في حائل ارتفع شوية وفي العلا. معدل الانحدار واضح جدا في العلا، وفي ودي خرائط بتوضح الارتفاعات وازاي، زي مثلا على سبيل المثال لو خدنا حائل كيف أثر جبال أجا في الغرب وجبال سمراء في الشرق، حددت ووجهت النمو العمراني ان يروح فيه او يلتقي مع وادي الأذيرع. وادي الأذيرع كلنا عارفين ان هو بيشق المدينة النصين، كيف أثر عامل الجبال في مدينة حائل على سبيل المثال في توجيه النمو العمراني، واضح في اللوح، وهو عامل مؤثر جدا في المدن السعودية، عامل ارتفاع او المحددات الطبوغرافية. طبعا مش حاجة اشرح الكلام ده بالتفصيل، لكن هحاول اعدي عليه بسرعة. الاودية الطبيعية اللي اثرت او اللي وجهت برضو النمو العمراني، هنلاقي مثلا وادي الأذيرع حدد واثر تأثيرا كبيرا في ان يكون التخطيط في اتجاه الشمال زي ما هنشوف دلوقتي وناحية اشد المناطق خطورة، الكثبان الرملية الموجودة في مدينة الخارج، وهنشوف اللوحة بتاعتها دلوقتي هتيجي هنا. مثلا دي محددات عمرانية أثرت ووجهت النمو العمراني في سهل الخرج. خلينا نشوف الاستعمالات الخاصة اللي موجودة باللون الأحمر أو اللون الفوشيا. هنا هنشوف برضو الكثبان الرملية، مش عارف في زرار أو يوضح الخريطة واضحة، الكثبان الرملية. هنشوف الأراضي الزراعية في الشمال، طبعا دي محددات
بتوجه النمو العمراني، هنشوف الوادي وشبكة الأودية موجودة على اللوحة. إذا في مجموعة من المحددات بعضها طبيعي وبعضها بشري بيأثر على توجيه النمو العمراني ناحية المخاطر. اللوحة دي على فكرة بتقول لي فين كمان يتجه النمو العمراني، إذا كان في محددات موجودة في الشرق ومحددات موجودة في الغرب، وفي مدينة صناعية وفي كثبان رملية وفي أراضي زراعية، أين ينمو النمو العمراني؟ ما هي الأماكن التي يمكن أن ينمو فيها التوسع العمراني؟ طبعا الأراضي الزراعية، وأنا عايز أقف عند الخرج هنا هشرح نقطة مهمة جدا. هل الأراضي الزراعية في مدينة الخرج أو في سهل الخرج نقصت ولا زادت؟ اللوحة الأولى الأراضي الزراعية في عام 87 واللوحة الثانية في 2006 حصل تغير بالنقص في الأراضي الزراعية، هتوضحها اللوحة اللي بعديها. طيب فين النقص؟ تعالوا نشوف على الجانب اللوحة الصورة بتقول ان في منطقه البرج والبديعه، شوفوا الزراعات باللون الاسود هنا طبعا على اللوحه، وشوفوا الزراعات الناحيه الثانيه كانت بياض. شوفوا من منطقه البرج كان فيها زراعات شكله عامل ازاي، تحول الى توسع عمراني. نشوف كمان المنطقه السكنيه شمال الهياسم كلها كانت فاضيه في 87 بقت فيها تجمعات عمرانيه. نشوف منطقه الدلم نفسها برضو في توسع كبير على الاراضي الزراعيه. نشوف هنا في اللون اللوحه الثانيه اللون الاخضر الفاتح بيعبر عن الاراضي اللي كانت موجوده في 87، الاراضي حصل لها نقص كبير في 2006. طبعا من المحددات برضو المطارات والمناطق الامنيه والعسكريه. هنا برضو لوحه للمحددات العمرانيه في مدينه حائل الجبال، جبل اجا والسمراء والمطار كمحدد عمراني، وجه النمو ناحيه وادي الاديره في الشمال. 40 عاما من النمو العمراني للمدن السعوديه 72-2012، ده طبعا محتاج يعني شغل او وقت كبير، لكن عموما النمو العمراني ليه بعدين، بعد مكاني كمي نقدر نقيسه وبعد تحليلي او بيسموه البعد المكاني وبعد الكمي. البعد المكاني بيتكلم فيه على الزياده العمرانيه ومساحتها، البعد المكاني الثاني بيتكلم فيه على محاور النمو واتجاهات النمو. هنا نشوف الخرج في 72 كان شكلها ازاي، في 78 كان شكلها ازاي، نشوف 2006 نشوف النمو متجه ناحيه الجنوب اكتر لان في محدد موجود في الشمال هو الاراضي الزراعيه في الشمال فعلا، مش حقدر اشرح بالتفصيل. نشوف حائل هنا برضو، حائل نمت على مروحه فيضيه، وده شيء يعني نشوف حائل والمروحه الفيضيه. نشوف النمو العمراني اللي حصل بعد كده في عام 87، شوف النمو العمراني اللي حصل في 2012 رايح فين باتجاه الشمال والجنوب. نشوف هنا تبوك في 72 ما كانش فيه غير، نشوف الكتلة السكنية كانت صغيرة ومتواضعة ازاي، لان في الشرق كان موجود اراضي زراعية. نشوف اللوحة اللي بعديها 87 بدأت تكبر الكتلة السكنية وتتجه للشمال، الشمال ناحية المنخفض، ناحية وادي البقار، ناحية القاع. ليه توسع ناحية الشمال؟ لان في محددات اراضي زراعية، المطار، الأودية في الشرق والغرب، فاتجه العمران أو التوسع العمراني ناحية المخاطر الطبيعية. إذن في محددات بتوجه النمو العمراني وتخليه يتجه ناحية المخاطر، موجود، والخرائط بتوضح هنقول إيه دور المخططين في الكلام ده، وإزاي ممكن ننمو تنمو المدن وتتوسع في البيئات الفيضية. هنا دقيقة، مش ممكن طبعا، هنا بشوف مدينة العلا، هي بنشوف العلاقه طبعا مش ممكن اشرح يعني بالتفصيل للبحث كويس، لكن عايزين نشوف نوصل للخرائط بسرعه اللي فيها. هنا اتجاهات النمو العمراني، هنا المتغيرات اللي بقيس بيها، انا عملت يعني شفت سيرس كده ايه اللي ممكن ياثر او ازاي نقيس درجه خطوره الفيضانات في معظم الادبيات. اذا كان في نوع في ادبيات كثيره استخدمت نوع الكثافه، تكرار عمليه الفيضان، سرعه وعمق، طبعا يعني في نموذج هنا بنائي اتبنى عشان نقيس دي شبكه الاوديه والتصريف اللي موجوده في الخمس مدن. هنا طبعا التحليل واضح للقياس سرعة المطر والعلاقة بين شدة المطر والعواصف. هنا برضو استخدام طريقة المنحنى. هنا الخصائص المورفومترية والهيدرولوجية، وانا اخذت وادي بس بطبع عليه عشان في سرعة العرض. عايز اوصل للخريطة المهمة دي، هي دي خريطة مخاطر الفيضان والسيول بمدينة حائل، وقسمت طبعا بناء على الانحدار وكثافة التصريف ونوع الصخر والمراوح الفيضية والنمو العمراني ومساحة الحوض وكمية الجريان. ظهر عندي خريطة جميلة جدا سميناها مخاطر الفيضان والسيول، وهنا الدرجة واضحة إذا كان كبير أو متوسط. اللوحة اللي بعديها بتقول فين الخطر الكبير، فين الخطر المتوسط على الخرج، الخرج كمدينة من المدن اللي بتتعرض للسيول. هنا تبوك، وبنقول برضو فين الأماكن اللي فيها خطر كبير خطر صغير، نفس القصة بالنسبة للعلا. ونشوف وادي الحمد والمخططات العمرانية اللي ما زالت بتمارس
في أشد جهات الوادي خطورة. نشوف وضع الحمض وتحتيه مخطط كامل عمراني. اسمحوا لي آخر حاجة، حارد نموذج للتنمية العمرانية جميل جدا نوصي بيه. أنا لما باجي أعمل توسعات عمرانية مش عيني على المؤشر المخاطر بس، لا ما ينفعش. هذا المؤشر فيه ثلاث مؤشرات أساسية في التنمية العمرانية. المؤشر الأول سميته مؤشر المخاطر الطبيعية، المؤشر الثاني سميته مؤشر الحساسية البيئية، المؤشر الثالث مهم جدا مؤشر الموارد والإمكانيات الاقتصادية. حديني ثلاث خرائط مهمة جدا. أدي نموذج للتنمية العمرانية في محافظة الخرج، دخلت فيه السيول والأودية والتربة عشان يطلع في الآخر بخريطة سميتها خريطة صلاحية الأراضي للتنمية العمرانية. فين تتوسع المدن؟ تنمو إزاي؟ هذه الخريطة مهمة جدا لمتخذ القرار، وأنا موجود في قمة الجهاز التنفيذي وهي وزارة الإسكان. ده هيفيدنا جدا عشان نبني مساكن فين، نعمل مخططات فين. الخريطة مهمة جدا للخارج لأنها بتوضح نبني إيه درجة الملائمة، خطيرة أو متوسطة. عملت نموذج تاني الحائل بنفس الطريقة، التربة والأودية والميول، ودخلتها في صورة نموذج عشان تديني لوحة جميلة جدا برضو تقول لي صلاحية الأراضي فين في حائل، فين نتوسع عمرانيا. هنا في تبوك ونشوف قوة الأودية اللي وجهت النمو العمراني ناحية أشد الجهات الأماكن الخطورة. خلاص أنا انتهيت، دي واحدة بس اللي في توصيم هم عايز أقولها باختصار شديد. هنا مدينة العلا، ونشوف مدينة العلا توسعت إزاي، فين راح النمو العمراني بتاعها، رايح في أشد جهات الوادي خطورة. ليه؟ في محددات أثرت على النمو العمراني. التوصيات يا جماعة موجودة في قرار مهم جدا اسمه قرار 157 اللي هو خاص بلوائح وقواعد النطاق العمراني. ده قرار مهم جدا، ده القرار اللي يقدر يسيطر على النمو العمراني ويضبطه. القرار ده موجود وممكن يفعل، واتمنى انه يفعل، وده قرار من مجلس الوزراء بضبط التوسعات العمرانية في كل الأماكن تحت خمس نطاقات حد التنمية ونمو يعني مش هنشرحهم بالتفصيل. لا يسمح لأي جهة بتقسيم أو تخطيط أو تطوير أي أراضي أو استخدامات أرض داخل حدود هذا النطاق إلا ما ترجع لوزارة الشؤون البلدية والقروية. تطبيق اللوائح بالكامل، في تطبيق طبعا ذكر الدكتور فرحان اللي هو خاص فعلا بقرار برضو مجلس الوزراء. أتمنى كنت أخذ مساحة كبيرة لأن العرض دسم وفي كمية بيانات كثيرة، لكن أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور وما قدمه من معلومات وافية عن مختلف مدن أو مدن المملكة، ونعتذر أيضا لضيق الوقت. ننتقل الآن إلى الدكتورة أو الدكتورة عفوا الدكتورة بدرية بنت محمد عمر حبيب من جامعة الدمام، حول مخاطر السيول على النمو العمراني في الخارج باستخدام الاستشعار عن بعد. الدكتورة أنهت الدكتوراه عام 1417 هجري من كلية التربية وتخصص جغرافية المناخ، فلتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع تغير لأن الدراسة الاستطلاعية للأودية في ينبع لم يتثنى للباحثة أن تكملها. الموضوع المشاركة باليوم اسمه التحليل المكاني للإشعاع الشمسي كمورد مثالي للطاقة الكهروضوئية في صحراء الجزيرة العربية، دراسة استطلاعية لمدينة ينبع، وقد تدخل السيول أيضا ضمن الموضوع. الشريحة اللي بعدها أنا مش عارفة الشرائح اللي بتعرض عندكم، هل العرض اللي عندي ساري ولا عندكم عرض؟ عندكم العرض دكتور؟ السلام عليكم. نلتزم بالوقت يا دكتورة، يعني باقي الآن 10 دقائق. هل الشرائح معروضة عندكم أو غير معروضة؟ معروضة واضحة نعم، لكن الوقت يحتوي نختصر فيه. يحتوي البحث على المقدمة وأهمية الدراسة ومنطقة الدراسة و التعريف بالموضوع. إن دراسة التحليل المكاني للإشعاع الشمسي أحد مصادر الطاقة المستدامة، أداة دعم لصناع القرار نحو اتخاذ قرارات مهمة في استخدام هذا النمط من مصادر الطاقة، خصوصا في ظل زيادة الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم مع زيادة السكان بمتوالية هندسية وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة لاستخدام الزيت أو مصادر الطاقة التي تؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة من المصادر التقليدية وتؤدي إلى تغير المناخ.
في ظل ذلك اختارت الباحثة دراسة لإمكانات إقامة مجمعات الطاقة الشمسية في المدن، واخترت مدينة ينبع لأنها هي مدينة صناعية تقوم على الصناعة، ومعظم الصناعات فيها عبارة عن صناعات بتروكيماوية تؤدي إلى تلوث الهواء. الدراسة طبعا حاولت ضبط العوامل التي تؤدي أو التحديات التي تعترض اختيار مواقع تثبيت أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق الصحراوية، وتتمثل في قلة الغطاء النباتي، كثافة وامتداد الكثبان الرملية، محدودية مساحات الصحراء الصخرية المستوية داخل الصحاري الرملية، محدودية أراضي الواحات. انتهجت الدراسة، استخدمت الدراسة المنهج التقني وهو يتمثل في استخدام برنامج اللي هو الجي اي اس والإيريداس إيميجن، واعتمدت عليها في دراسة وقراءة معطيات صور القمر الصناعي لاندسات تي ام اي تي ام اللي هو لاندسات 7، وأيضا ديم لمنطقة الدراسة، أدخلتها في التحليل لمساعدة المبادرات والمشاريع الحكومية التي بدت تهتم كثيرا بمشاريع الطاقة الشمسية، منها المبادرة الوطنية لإنتاج المياه والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية تحت رعاية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مشروع الإنتاج الكهربائي بالطاقة الشمسية الخاص بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، مشروع القرية الشمسية، أيضا إنتاج الطاقة الشمسية في مدينة فرسان، الخفجي، العيينة، وتتطلع أيضا أرامكو السعودية لإقامة كثير من المشاريع التي تتبنى مشاريع الطاقة الشمسية. في مدينة ينبع تتوفر جميع المقومات، هذا طبعا خريطة هنا توضح المواقع المقترحة ومواقع قائمة لمجمعات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية وفي مختلف مناطقها. لن أطيل على مدى كثافة الإشعاع الشمسي في المملكة العربية السعودية، شيء بديهي ومعروف، والطاقة الضوئية متوفرة بكميات مناسبة، ولكن أين نقيم مجمعات الطاقة؟ هذا سؤال لا بد أن نتوقف أمامه كثيرا قبل أن نخوض في تجارب لا تأتي، يعني تأتي عواقبها ضد ما يتطلع الوطن. طبعا من أهم أهداف الدراسة هي دراسة تقييم وتوزيع الطاقة الشمسية في مدينة ينبع، أيضا تهدف الدراسة إلى اقتراح مناطق لإقامة خلايا ومجمعات الطاقة الشمسية في المدينة، تقييم كفاءة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسة هذا النمط من الطاقة. طبعا منهجية الدراسة وتمثلت في استخدام الموديل بيلدر بإدخال اللي هي صورة القمر لاندسات 7. طبعا الموديل بيلدر قاعد يشتغل له يمكن يومين على ما يطلع لي 4 خرائط للطاقة الشمسية في منطقة الدراسة، حسب للارتداد والانتشار والامتصاص والانعكاس. كل النتائج التي توصلت لها الدراسة أثبتت أن المنطقة صالحة لإنتاج الطاقة الشمسية، وهذا برضو شيء بديهي. أيضا الدراسة استخدمت اللي هو الـ NDVI لاستخراج النبات اللي هو مستويات الغطاء النباتي في المنطقة لمعرفة النطاقات التي تتركز فيها النباتات، لأنه أثبت علميا أنها هي المناطق التي يعول عليها في مناطق في إنشاء مجمعات الطاقة الشمسية في الأراضي الصحراوية. أيضا استخدمت راجعت الباحثة كثير من التجارب التي أقيمت في الصين، في صحراء جوبي، في عدد من أيضا من صحاري الولايات المتحدة الأمريكية، وحاولت أن تستمد منهم اللي هو منهجية الدراسة
لإقامة مجمعات الطاقة الشمسية، وكان من نصيب ذلك أننا قمنا بعملية تصنيف الأرض وتصنيف النبات ودراسة الأرك هايدرو لمنطقة الدراسة لمعرفة نطاقات تصريف الأمطار لتجنب نطاقات التصريف في إقامة مجمعات الطاقة الشمسية. خلصت الدراسة بمنطقتين يمكن إقامة أن تقام فيها مجمعات الطاقة الشمسية، ما أدري وصلتوا للخريطة، وهي المنطقة منطقة قريبة من ينبع النخل، وصلت للخريطة موجودة في الخريطة، وهذه المنطقة تمتاز بعدد من المميزات تجعلها هي الأهل أو هي الأفضل لإقامة مجمعات الطاقة الشمسية، لأنه أراضيها صخرية تتمتع بوجود بنية نباتية جيدة في المنطقة نتيجة لوجود هي مش بطون أودية وإنما في الحواف، حواف الصخرية. أول ما تجي تطلع للمنطقة الجبلية في أقدام المرتفعات بعيدة نوعا ما عن مناطق السيول، وإن كان الآن الأخوان بيقولوا إنه يعني عملية الفيضان هي فعلا عملية لا يمكن التنبؤ بها، ولكن أعتقد أن المرتفعات الصخرية نوعا ما أأمن، أو الصحاري الصخرية نوعا ما أأمن في إقامة مشاريع الطاقة. وفي الأخير طبعا توصي الدراسة بعدد من التوصيات اللي هي تتمثل، حتكلم فقط على ثلاث تقريبا توصيات هامة، هي استخدام نظم المعلومات الجغرافية في خدمة مشاريع الطاقة الشمسية. من الضروري أن تتضمن مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية إنشاء محطات رصد جوي مرفقة لتقوم بالقياس والتنبؤ بالظواهر الجوية المكانية للمحطة لتسهيل التحكم في اتجاهات منصات الطاقة الشمسية والتخفيف من حدة آثار الغبار نتيجة للظروف البيئية والمشاكل التي تتعلق بإنشاء مجمعات الطاقة الشمسية. ترى الباحثة توجه أو توجيه المشاريع العملاقة نحو المدن بعدا نوعا ما عن الصحاري القاحلة في الخارج، فهي أيضا المدن أيضا هي بيئة خصبة لاستخدام التقنية وتقل فيها، مش في المدن نفسها وإنما في ضواحي المدن أو في ظهير المدينة، لأنها هي أيضا تقل فيها مشاكل الصحراء التي تتمثل في نشاط الرياح السطحية التي تسبب إثارة الأتربة والغبار. شكرا لك يا دكتورة. شكرا لك ونشكر لك التزامك بالوقت، وننتقل في آخر هذه المحاضرات الشيقة إلى طالب الدكتوراه ناصر الزينة، وهو أحد طلبة قسم الجغرافيا في جامعة الملك سعود، ويحضر الدكتوراه في مجال بناء نموذج أمثل للتحليل المكاني لمراكز الرعاية الصحية بمدينة أبها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحت إشراف الدكتور محمد الشرف، فليتفضل مشكورا. وأيضا دائما في الأخير أو في آخر المحاضرات يعني يتحملنا ويلتزم بالوقت، يعني 10 دقائق في هالحدود على أساس ننتهي على الساعة 12. وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. هذه الورقة بعنوان مخاطر السيول على النمو العمراني في محافظة الخرج. تتناول هذه الورقة دراسة مخاطر السيول على المناطق العمرانية في مدينة الخرج، وتحديد الأماكن الأكثر خطورة باستعمال الصور الفضائية، وكيف التعامل معها وسبل مواجهتها لتفادي أضرارها أو أضرارها المحتملة على المناطق العمرانية. مشكلة الدراسة، رغم تعدد الدراسات التي تجرى عن مخاطر الطبيعية وسبل مواجهتها، إلا أن الكوارث وإدارتها ومنها السيول لم تحقق نجاحا كبيرا حتى الآن، وهناك من يرجع ذلك إلى أنه من الشائع في الكثير من المواقع المتأثرة بالسيول، ما يمكن القول بأن به أن السيول لم تحدث أو لم تحدث لعدة سنوات، وبالتالي من الصعوبة توقع مخاطرها. أهداف الدراسة، تهدف هذه الدراسة إلى مراقبة التوسع العمراني في محافظة الخرج
واسطة تصنيف وتحليل المرئيات الفضائية خلال الفترة الزمنية من 73 حتى 2010، وإمكانية تحديد الأماكن التي تتعرض لمخاطر السيول في الخرج والأماكن الأكثر خطورة باستخدام المرئية الفضائية عالية الوضوح، وبالتالي يمكن اقتراح الحلول المناسبة للحد من مخاطرها على النمو العمراني. مصادر البيانات طبعا اعتمدت هذه الدراسة على تحديدا على البيانات الإحصائية بالإضافة إلى المرئيات الفضائية لاندسات العام 73 وأيضا لاندسات 85 وكذلك 2000 مرئية فضائية سبوت 2005 وفضائية 2010 سبوت وأيضا إكنوس. هذه المرئيات توضح محافظة الخرج والقرى التابعة لها لسنوات مختلفة تمثل هذه الفترة السابق ذكرها، وقد تبين من خلال المعالجة الرقمية للمرئيات الفضائية أن درجة الوضوح المكان المرئي 73 و 85 قليلة الوضوح، بحيث لم يتبين حدود الكتل العمرانية بشكل واضح مقارنة مرئيات 2000 و 2005 و 2010 عالية الوضوح، والتي أمكن من خلالها تحديد الكتل العمرانية بشكل دقيق. التحليل والمناقشة: تناولت هذه الدراسة نمو الكتل العمراني في محافظة الخرج وقراها خلال الفترة السابقة ذكرها، وبعد القيام بعملية التحليل والتصحيح الهندسي والتحسين اللازم للمرئيات الفضائية واقتطاع منطقة الدراسة، أصبح من الممكن المقارنة بين المساحة العمرانية لمنطقة دراستها خلال الفترة السابقة ذكرها. والجدول الواضح أمامكم يبين المساحة العمرانية لمحافظة الخرج بأنه هناك تضاعف ملحوظ خلال الفترة من 73 و2010، وكان هذا التوسع واضحا في المرئيات الفضائية التي ستعرض بعد لحظات. طبعا هذا هو المساحة المبنية سنة 73 و85 وفي النهاية 2010 تضاعفت من 3000 كيلو إلى 39000 كيلو متر مربع، وهذا معدل الزيادة السنوي. هذه هي المرئية الفضائية، وهذا تم دمج للمرئيات الفضائية من 73 حتى 2010. تبين من خلال هذه أثر طبيعة الأرض في تحديد اتجاه التوسع العمراني، حيث تمت مقارنة مساحة المنطقة العمرانية لمحافظة الخارج في 73 مع مساحتها في 2010، وظهر أن التوسع العمراني شمل جميع الاتجاهات وخاصة نحو المناطق الزراعية والسهلية، وليس ذلك فقط بل أن القرى المجاورة لمدينة الخرج مثل السهباء أصبحت ملتحمة مع مدينة الخرج وشكلت وحدة عمرانية واحدة، وهذا على حساب الأراضي الزراعية. طبعا في السابق هذه قد الأول الأصفر يوضح تحديدا المرئية الفضائية 73 و85 باللون الأخضر، والأزرق كذلك 2000 و2005 باللون، وأخيرا 2010 باللون الأحمر للكتلة العمرانية. هذه تمثل مرئية فضائية مقتطعة مدمجة توضح مقدار التوسع العمراني باتجاه الأودية في محافظة الخرج خلال الفترة من 73 إلى 2010. من نتائج هذه الدراسة أن المعلومات المأخوذة عن طريق تقنية الاستشارة عن بعد في دراسة المناطق العمرانية تزداد وضوحا كلما كانت المباني العمرانية تأخذ أشكال منتظمة. يمكن من خلال هذه التقنيات عن بعد مراقبة المواقع الأكثر تعرضا لمخاطر السيول خاصة في تلك التي تشهد توسعا عمرانيا لاتجاه مجاري الأودية. وضحت هذه الدراسة أن النطاق العمراني في مدينة الخرج والقراها القرى لها قد تضاعف حوالي 35 مرة منذ 73، حيث كانت المساحة 73 3.2 كيلو متر مربع، وفي عام 2010 وصلت إلى 39000 كيلو متر مربع، وهذا التوسع على حساب أيضا الزراعة وأيضا مجاري الأودية. توصلت هذه الدراسة إلى أن محافظة الخارج لما تشهده من توسع ملحوظ في التنمية العمرانية، فذلك يتطلب العمل على إنشاء مرصد حضري يوجه التنمية العمرانية ويحدد اتجاهاتها باستخدام تقنيات استشارة بعد ونظم المعلومات الجغرافية. ضرورة معالجة تخلخل في بعض الكتل العمرانية كالسهباء وذلك على سبيل المثال، وذلك بشمولها بدعم صندوق التنمية العقارية تفادي لظهور نمو عمراني عشوائي
الاستفادة من تقنية الاستشعار بعد في دراسة التوسع العمراني باتجاه وادي الخرج، مما يدعو إلى ضرورة معالجة الوضع من قبل الجهات الاختصاص لتفاديها. أيضا الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تتعلق بتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية. آخر أو من النتائج اللي هي تحديدا عرض مثل هذه الدراسات على الجهات الحكومية التي لها علاقة بمجال الخدمات، وإعادة مشروع مستقبلي بيئي يتعلق بمراقبة التوسع العمراني في الخارج ووضع الحلول المقترحة لها، وأيضا مشاركة وزارة الإسكان ووزارة الزراعة وبلدية محافظة الخارج وصندوق التنمية العقارية في مثل هذه الدراسات. وفي الختام نشكر تحديدا الجمعية الجغرافية وجامعة سلمان، ونشكر شكر خاص للدكتور فرحان الجعيدي، ولكم أنتم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، وأيضا شكرا لطالب الدكتورة ناصر الزينة لما قدمه من عرض واستشفاف لدراسات وحلول ورؤية حول مخاطر السيول. نشكر جميع المشاركين في هذه الجلسة، وهم على التوالي الدكتور محمد شرف، الدكتور فهد الكليبي، والدكتور أشرف عبد الكريم، وأيضا الدكتورة بدرة بنت محمد عمر حبيب، وأخيرا طالب الدكتورة ناصر الحياني على ما أثروا فيه. وهناك تساؤلات قدمت على شكل ورقيا، وهو تساؤل من الدكتور حامد الخطيب، وهو موجه للدكتور فهد الكليبي: لماذا تقع كل حالات عدم الاستقرار العنيفة في منتصف البحر الأحمر وفي فصل الربيع؟ هل هذا الأمر عائد إلى امتداد منخفض البحر الأحمر والتقاؤه مع احتواء أو مع المنخفض البحر المتوسط؟ وأيضا هناك كان تساؤل، طبعا أنا فقط أقرأ الأسئلة وأترك المجال لاحقا للمناقشة، لأن الوقت الآن لا يسعفنا لفتح الحوار. عندنا وجبات غدا وعشاء وفرتها الجمعية، في وأيضا رحلات باصات بين مواقع مختلفة، فهناك متسع للنقاش والحوار، ولكن أقرأ لكم التساؤلات اللي وصلتني. القراءة الأخرى أيضا من الدكتور نادر الصيام، موجه للدكتور شرف: حسب النموذج كان من الممكن تغير اتجاه التدفق من خلية إلى أخرى، ولكن كيف سيتم ذلك على الواقع، وكيف سيتعرف الانخفاض تحت مستوى البحر الماء الزائد من السيول؟ وكان أيضا هناك سؤال موجه للدكتور فهد: ألم يكن من الممكن استمطار الغيمة؟ وأيضا هناك تساؤلات قد كتبها الدكتور حسن خياط حول: معظم الباحثين ركزوا على أن المخططات كانت في أشد المناطق خطورة، ولم يتناولوا البناء العشوائي والاعتداء على الأودية. وكان تساؤل أيضا موجه للدكتور فهد: ما دام هناك نموذج للتوقع، لماذا لم يكن هناك تحذيرات بأن هناك كوارث سوف تحدث أو قابلة للحدوث في مدينة كما حدث في الرياض، جدة، حائل، تبوك، الخارج وغيرها؟ هذه تساؤلات قدمت. نعتذر من الزملاء في فتح الحوار لأن الوقت الآن انتهى، والجمعية وفرت أجواء يعني في أوقات الأكل وأوقات الشاي والرحلات السم. نعم، فنشكر لكم حضوركم لهذه الجلسة، ونلتقي بكم في مناسبة الآن بعد قليل إن شاء الله. فشكرا لحضوركم وإلى اللقاء.